اهلا بيكم من جديد. وصلنا لفقره سهم وقوس، ودلوقتي طبعا منورنا النهارده في نهارك ابيض الكابتن محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك السابق. منورني. ربنا يخليك. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله زي الفل. نهارك ابيض. نهارك ابيض. يعني في البدايه كده اكيد عايز اسالك على قرار مجلس اداره نادي الزمالك بعدم خوض مباراه الاهلي. عايزه اعرف رايك ايه في القرار ده. بصي، هو بس عشان الناس فاهمه غلط، هو قرار مش ان احنا ما نلعبش ماتش الاهلي، هو قرار ان احنا ما نلعبش ماتشات لحد ما الطلبات اللي احنا طالبينها تتحقق. تمام؟ يعني انا وجهه نظري كزملكاوي، وطبعا اكيد اي حد زملكاوي هيبقى مبسوط من القرار، ولو اننا كنا نفسنا نلعب مباراه الاهلي طبعا، عشان الكلام برضو اللي على السوشيال ميديا. يعني عشان بس الناس ما تقولش الزمالك ما رضيش يلعب، اصلا احنا خايفين احنا كاسبين الاهلي الدور الاول. بالظبط. ده رقم واحد. رقم اثنين، احنا فنيا، يعني هكلمك كفنيا، انت حالتك الفنيه دلوقتي افضل من نادي الاهلي بكتير. نادي الاهلي عنده مشاكل فنيه كتير جدا جدا جدا، لعيبه كتير غايبه، لعيبه كتير مش موفقه، انت افضل فنيا في التوقيت ده. فلو كنا لعبنا المباراه كنا احنا يعني بلغه الكره بنسبه كبيره كان ممكن، ولو ان ماتشات الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي ما تتوقعهاش، يعني بتبقى 50 50 حتى لو انت في اسوأ حالاتك. صحيح. او هو في اسوأ حالاته الماتش بيبقى 50 50 طبعا، ده ملوش علاقه، لان في لعيبه شخصياتها بتبقى انت متعوده، الزمالك متعود بيلعب اي قدام اي حد في الدوري الاستاد بيبقى 3 4 زمالك، وممكن الناحيه الثانيه مفيش حد خالص. ففي لعيبه ما بتستحملش الضغط ان يبقى نص الاستاد زمالك ونص الاستاد اهلي، فممكن في لعيبه شخصياتها ما تستحملش الضغط فتبقى متالقه طول الدوري في ماتش الاهلي. لا، وشفنا كمان ماتشات زي ماتش الكاس الاخير، شفنا ماتشات كان الزمالك فيه مستوى احسن بكتير. بقول لك وفي لعيبه ممكن يعني احنا ايامنا على ايامنا مثلا كان في لعيبه يقول لك ده بتاع ماتش الاهلي. يعني كنت انا محمد ابو العيلة في اسوأ حالاتنا بنلعب ماتش الاهلي بتبقي احسن حد، لان مش في دماغك قصه الجمهور، الاستاد متقفل مش متقفل، مش في دماغك انت تنزلي تلعبي. فانا كنت اتمنى ان احنا نشارك طبعا، اتمنى ان انا اشوف فرقتي في الملعب، ده اي حد زملكاوي اي حد بيحب الكوره كده. بس انا يعني بحيي مجلس اداره على القرار، واتمنى ان يبقى فيه من المسؤولين قعده سريعه، لان الزمالك نادي كبير مش نادي قليل، ان احنا نفضل ده كله في لغط، وما كانش ينفع اصلا ان الزمالك يتساب كده وانه ما يلعبش المباراه. مزبوط. كان لازم ان يبقى في قاعده كبيره من الناس المسؤوله عن الكوره في البلد او من الناس المسؤولين في البلد مع المسؤولين نادي الزمالك، وكان لازم نوصل لاتفاق، كان لازم يوصلوا لحل. شفنا عند برضه في حل الازمه دي، شفنا عند يعني اطراف الازمه ما كانتش بتحل المشكله دي بالشكل المطلوب او بالشكل الطبيعي حتى. ولو ان اول يعني من بقى لنا كتير جدا نادي الزمالك ما كانش بالشياكه دي، يعني كنا بناخد حقنا ممكن صوت عليه شويه. صحيح. لكن دلوقتي لا، احنا يعني في شياكه حتى في التعامل، في متحدث رسمي بيطلع ببيان منظم منسق بيتكلم في طلبات مشروعه جدا جدا لاي حد في الدنيا. فكان لازم يبقى في رد برضو بشياكه، يعني كان لازم يبقى في قعده وفد من لجنه من لجنه الكوره مع وفد من اتحاد الكوره مع يعني مع وفد من الوزاره، كان لازم يحصل ده، كان لازم يحصل قعده، كان لازم يحصل اكتر من قاعده، وكان لازم يحصل تواصل دائم، وكان لازم المباراه تتلعب. طبعا دي وجهه نظري. لكن كقرار انت بتايد ان احنا نقف ونقول لا عندنا مشاكل؟ طبعًا عندنا طبعًا مطالب طبعًا لازم تتحقق قبل ما نكمل. طبعا طبعا طبعا، ده يثبت لك اصل يعني اول قرار طلع ان النادي الاهلي حصل على 3 بونت، على 3 نقط، احنا مش فارق لنا الثلاث نقط لا خالص، ما هي بس ده يبين يعني لك ان هو يفرق لهم هم الثلاث نقط. صحيح. يعني مش للنادي الاهلي، يعني يفرق للاتحاد ان هو عايز يدي النادي الاهلي 3 بونت وخلاص. طب انت ده اول قرار يطلع لك، يعني طب ما انت بقول للنادي الزمالك مثلا يعني احنا زعلانين حتى ان المشكله ان هم بيبقى في تطبيق للوائح فعلا، ولكن في حاجات بس معينه علينا احنا. مظبوط. بس هي بتطبق علينا احنا بس. لكن اي حاجه ثانيه من ضمن اللوائح دي ما بنلاقيهاش بتطبق. لا احنا اللوائح احنا عاملينها، دي حقيقة لينا، عاملينها لينا احنا. ايوه دي حقيقة. طب هل المطالب دي كانت مشروعة من وجهة نظرك؟ طبعا ده من وجهة نظر اي حد، يعني أول مرة في حياتي أصدقائي الأهلاوية يقولوا لي أنتوا عندكم حق، احنا معاكم، يعني أول مرة. يعني طبعا لأن انت احنا مش حقنا، انت بس ده حق كل الزمالك والأهلي، حتى لو احنا بنهزر يعني، حتى لو احنا أصدقاء يعني من زمان مناوشات، يعني أنتوا خايفين تلعبوا الحاجات دي، أول مرة يقولوا لي أنتوا عندكم حق، احنا معاكم جدا في المطالب اللي أنتوا طالبينها. فده يدل ان فعلا المطالب مشروعه لاي حد، ومش هتضر او مش هتيجي على اي فريق رياضي. بعدين انا اقول لك حاجه، يعني انا دلوقتي لو عندي لاعب محترف عقده خلص، العقد بيخلص في شهر 6، فهو مكمل معايا لشهر 9، طب ازاي؟ هو مش هيلعب، يا اما هتضطر تعملي له عقد، يعني هو يعني ده ان ليجل، ده مش قانوني خالص، ده مش موجوده اللي عندنا في مصر. يعني دلوقتي اللعيبه في العالم
اللي عقده خلص مع ناديه او اللي مشي من ناديه مضى في نادي تاني وابتدى معاه فتره اعداد. صحيح. احنا عندنا اللي عقده خلص لسه بيلعب معانا عشان يجي السنه الجايه ما يلاقيش حد يلعب فيها لان كل الدوريات مشاكل كتير جدا. ودي غريبه انه يبقى دوري بحجم الدوري المصري ونلاقي فيه النوع ده من المشاكل. علشان احنا مش منظمين من الاول. بمعنى ايه؟ في حاجه اسمها انا الزمالك عندي 35 لاعب، عندي قطاع ناشئين قوي جدا. يعني المفروض ان هو من افضل القطاعات، سواء بقى زمالك سواء اهلي سواء بيراميدز سواء الانديه اللي بتلعب. عندنا قطاع ناشئين قوي طبعا. انا بتكلم الانديه اللي بتلعب افريقيا، يعني بتلعب بطوله قاريه او بتلعب ماتشات كتير ولعبتها في منتخبات. هو انا دلوقتي هيفرق عندي كزمالك او كاهلي لعبت سين او صاد او عين الثلاثه في نفس المستوى؟ صحيح. لو انت اتحققت مع لعيب ليفل A وجبت لعيب ليفل C عندك في الزمالك مشكلتك. صحيح. يبقى انت كلازم من اول الدوري او من الاول بيتحط جدول حضرتك بتمشي عليه، مفيش حاجه اسمها اجهاد، حضرتك ريح فلان، ريح زيزو ولعب فلان. صح ولا انا غلطان؟ لا صح. يعني هي دي. طب ما انا دلوقتي زيزو موقوف، هيلعب مطياب، هيلعب نضاي. طب انت ريح زيزو ولعب نضاي في ماتش الدوري ولعب زيزو في افريقيا. اشوف الانسب للمباراه اللي انا داخلها. مش ده انسب، ده احنا بنشوفه في العالم كله، بنشوف في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي، بنشوف بيلعبوا الثلاث في دوري الابطال والخميس في الدوري عادي جدا، وبيبقوا مسافرين مثلا من انجلترا لالمانيا ويرجعوا تاني يلعبوا. ده عادي، ده لاعب كره القدم ولازم يبقى متعود على كده. ده عادي لازم طبعا. ولازم كمان المدربين يبقوا بروفيشنال، مش المدرب يطلع يقعد يصوت وانا والحقوني والاجهاد. ايه حضرتك انت بتلعب ب 11 واحد وخمس تبديلات، ممكن ما تعملش الخمسه كل الماتشات، انت عندك 35 روتيشن بقى. انت بتلعب 16 لعيب طبعا. في المباراه 16 لعيب في المباراه، انا القوام بتاعي 35 لاعب وعندي 35 لعيب في قطاع الناشئين، الفرقه اللي تحت السكند تيم اللي تحت الفيرست تيم. لما انا اطلع اقول انا عندي اجهاد وانا بلعب ب 16 لعيب كل مباراه، لا طبعا. اجهاد ايه؟ يبقى انا سوري يعني انا كمدرب ما عنديش فكره، او انا بطلع شماعه او حجه علشان انا مش منظم الموسم بتاعي كويس بدنيا وذهنيا، مش مجهز لعيبتي كويس، او انا مش بروفيشنال في الحته دي، فانا مش عارف ادير الفرقه بتاعتي، فبطلع لازم اقول شماعه يا جماعه انا الحقوني انا ما عنديش. حضرتك ما عندكش ايه؟ انت الزمالك واهلي وبيراميدز والانديه الكبيره اللي بتنافس على الدوري بتلعب بطوله قاريه، انت حضرتك الخزنه عندك مفتوحه، انت بتجيب اي لعيب في العالم بيعجبك. انا اجيب ال 35 لعيب والسكواد بتاعي واقعد مع لعيبتي واهيئهم نفسيا وذهنيا، انت هتلعب يوم السبت في الدوري وانت هتلعب يوم الثلاث في افريقيا وانت هتلعب في كاس مصر، لازم نبقى منظمين. لكن احنا مشكلتنا عندنا ان المدرب بيخش اول ما بيجي مؤتمر صحفي انا هاخد دوري وكاس وافريقيا وكاس العالم ودوري الابطال وما بعملش حاجه. لكن ممكن ابقى منظم، يا جماعه انا الكاس هجرب فيه لعيبه الناشئين وهلاعب الحارس الثاني ده خلاص طول الكاس حتى لو بلعب فاينل ما فيهاش هزار، الدوري هلاعب فيه التيم الاساسي بتاعي، بطولة افريقيا هيلعب فلان والدوري ممكن يشارك فلان. ده طبيعي. وابقى معرف لعيبتي على كده. تمام؟ الا اذا بقى حصل اصابات اقافات، يعني الكلام اللي انا بقوله ده الكلام اللي انا بقوله ده مش يعني مش شرط يتطبق فاهمه، بس انا ممكن كمدرب اغير فيه لان انا اللي قايله، ما عنديش مشكله بما لا يضر بمصلحه الفرقه. اكيد. لكن ان انا اطلع العب ب 11 لعيب هم وانا متعاقد مع لعيبه ب 100 مليون وب 80 مليون وب 40 مليون وتقول لي اصل هو دون المستوى، مين اللي جابه؟ اللي جابه لازم يتحاسب. صح ولا انا غلطان؟ مظبوط. بس فالموضوع موضوع سهل وبسيط من اول الموسم، يا جماعه بعد اذنكم احنا الدوري بتاعنا 1 2 3 4 هيبدا الدوري الانجليزي اللي مكمل معانا 5 6 سنين. الدوري الانجليزي الجدول محطوط لاربع سنين قدام من دلوقتي. طبعا. لا ده احنا بنشوف حاجات جدول جدول الدوري اتحط مواعيد هيبتدي وينتهي امتى لحد اربع سنين قدام. هو ده السيستم، ده اللي بينجح المنظومه، ده اللي هيخليكي كل سنه تلاقي السنه دي الزمالك بطل الدوري، السنه الجايه الاهلي بطل الدوري، السنه اللي بعديها بيراميدز، السنه اللي بعديها انبي، السنه اللي بعديها الاتحاد، السنه اللي بعديها يرجع الزمالك تاني، هو ده اللي هيخلي فيه كوره في مصر. لكن طول ما انا بريح الزمالك وبريح الاهلي وبريح بيراميدز ما حدش غيرهم هيكسب، وما حدش غيرهم يعني. ده انا يكفي ان الزمالك والاهلي دلوقتي عندهم مؤجلات مثلا 7-8 ماتشات، يقول لك بعد المؤجلات هيبقى اول وهيبقى تاني. ايه ده؟ هو هيكسبوا 7-8 ماتشات؟ ما شاء الله ما بيلعبوش حد. احنا ده دوري كوميديا يعني، ما بيلعبوش حد خالص، ما فيش فرقه هتبقى موفقه قدامهم وهيتغلبوا يعني. شفنا حاجات غريبه الحقيقه، وفي الموسم ده بالذات كمان ظهرت قوي كل بقى المشاكل اللي احنا بنعاني منها من ساعه. لا هي مشاكل موجوده يعني، هو نفس سيستمنا ده موجود من زمان، بس ما انا عارفه، ولكن موضوع بقى اوفر يعني. يعني موضوع طبعا احنا الدوله الوحيده اللي في العالم اللي الحكام بتاعتنا بتغلط بالفار ما شاء الله. أنا يعني عايز اكلمك عن يعني بنغلط بالفار يعني، انا ما شفتهاش في حياتي. لا شفتش في حياتي حكم بيقول، حكم بيقول انا مش مقتنع. انا مالي بك انت ان شاء الله حضرتك ما اقتنعت، انا مش مشكلتي ان انت تقتنع، انا حضرتك انت جاي تطبق قانون. بس انت حضرتك المفروض متعلم
قانون وقاعد واخد محاضرات وهم عارفين محافظين القانون اللعبه صح، علشان كده سلموا حضرتك صفاره وقالوا لك انزل حكم. صح ولا انا غلطان؟ انت تقتنع ما تقتنعش مش مشكلتنا، انت بتطبق قانون. هل قانون اللعبه قال ان اللعبه دي تستحق بحسبها؟ لا تستحق ما بحسبهاش. لا كمان كابتن محمد، احنا بنشوف حكام بيغلطوا بيعملوا قرارات تحكيميه خاطئه في الملعب وما بنشوفش عقاب للاخطاء دي، وبنشوفهم بيحكموا المباراه اللي بعدها لنفس الفريق اللي اشتكى اللي هو احنا طبعا. فانا مش فاهمه وعايزه اتكلم معاك عن القرارات التحكيميه، عايزه اتكلم معاك شايف ازاي نطور من ده او شايف ازاي نعالج ده، لان احنا طبعا بنشوف كوارث، يعني بنشوف كوارث في الدوري وشايفين في كذا مباراه، حتى مش للزمالك بس، بنشوف في كذا مباراه غلطات تحكيميه برضو. ده سيراميكا كمان قدامها السنه دي كارثه. يعني سيراميكا كليوباترا في يعني كوارث تحكيميه مش طبيعيه، خلي بالك كل الماتشات، وده خلي بالك يعني كتر الغلطات، وان حضرتك كلجنه حكام بتساعدي الحكام دي زي ما بيقولوا كده، الحكم اللي بيغلط بتكافئيه بمباراه ثانيه. وخلي بالك ده راحوا مباراه مصيريه في دوري الترقي. يعني فدي كارثه بتضعف الحكام. خلي بالك دلوقتي السنه دي لو اتفرجتي على الدوري، اكتر سنه اللعيبه بتعترض هي والاجهزه الفنيه على الحكام. طبعا الموضوع زاد عن حده. عايز اقول لك حاجه، في مدربين ولاعيبه بتعترض على كره عاديه، على اوت، على فاول في نص الملعب. ليه؟ لان هو عارف ان في ظلم، هو عارف ان الحكم مش فير، يعني عارف ان انا يعني فعنده احساس ان هو دايما إن الحكم جاي مش عليه فير. ايا كان بقى بتلعب مين، يعني مثلا تلاقي البلديه والاتحاد، تلاقي الاثنين متضايقين، طب وانا هبقى موجه برضه للبلديه ولا للاتحاد؟ انت فاهمه؟ تلاقي بيراميدز بيلعب مش عارف مين، عندي احساس ان الحكم جاي عايز يخلص عليا. من وجهه نظرك ليه ده بيحصل؟ يعني ليه فجأة الموضوع زاد عن حده وبقى واضح كده؟ ليه بقى؟ لأي حد بيتفرج على كرة القدم. كان زمان ما كانش فيه فار، فكان الحكام عادي بتغلط. المفروض الموضوع يبقى أحسن. ما بقولك كان الحكام بتغلط وعادي، يقول لك أصل ده، لا أصل ده لقطة الحكم ما خدش باله فوقفنا ماتشين، وأخطاء بشرية. طب دلوقتي حضرتك احنا بنوقف اللعب وبنجيب لك التلفزيون قدامك ويعيد لك الكرة من كل الزوايا ويمين وشمال، بنسمع انا مش مقتنع يعني ان انا بقى. لا مش قصه مقتنع بس، ده اللي حكام البرد نفسهم بيرسموا خط يمين شويه وخط شمال. يعني حسب برضه، حسب يعني انت حضرتك انت مصر، العالم كله شايفك وانت قاعد بترسم الخط. يعني انت في ايه تاني اكتر من كده؟ نعمل لهم ايه تاني اكتر من كده؟ انا وجهه نظري الحل الامثل والله بجد، يعني بس الناس هتزعل مني، ان احنا نجيب سنه كامله حكام اجانب للدوري المصري. حكام بقى عرب اجانب ايا كان، نجيبهم يعيشوا في مصر، انتوا هتحكموا في الدوري المصري، نتعاقد معاهم وحكامنا يقعدوا يتعلموا منهم، وطاقم الحكام اللي موجود ده كله خلاص شكرا، ونطلع حكام جديده صغيرين ياخدوا السنه دي خبرات من الحكام الاجانب الكبار، تمام، تحت اشراف برضو اداره مصريه. يعني مش هنجيب لجنه، لا تحت اشراف برضو الناس المسؤولين في مصر. يتعلموا منهم، تمام، هيبقى عندنا قاعده جميله جدا. بس ده يعني طبعا ما انا بقول لك، ما الناس هتزعل مني، مش هيحصل طبعا، اكيد مش هيحصل. يعني ده الموضوع صعب جدا. ما هو دي بقى لو انت عايزه المنظومه صح، او على الاقل سيبك من ده صعب شويه اللي انا بقوله، يعني ده في احلامنا. في احلامنا، تمام. طب خلينا نقول هنجيبك اول السنه يا نادين، حضرتك انت كحكم لو غلطتي وانت على الفار هتتوقفي اربع ماتشات، لو غلطتي وانت في الساحه هتتوقفي ست ماتشات. شكرا. صحيح. بس والقرار يعلن، والعقاب ده هيخلي ولو اي حكم تاني أنا ضد لازم مركز أنا ضد مليون في المية. انا ضد ان انا اعاقب حكم على الملأ، انا ضد الفكره دي لان دي بتضعف الحكام. بس على الاقل ما اشوفش نادين لمده ست ماتشات بالظبط. لو فكره الصواب ما اشوفكيش ولا بقى ممتاز به ولا ممتاز الف ولا محترفين ولا دوري ممتاز ولا ناشئين حتى. حضرتك تقعدي في البيت ست اسابيع، تقعدي في البيت كده تراجعي في نفسك، وكمان ايه ما قعدتكيش في البيت بس، ده انا اجيبك اعلمك. على فكره ما بقاش يعني مش كل الحكام بتغلط يعني قصده. طبعا لا في وارد يحصل اخطاء، بس بقت بتعند لدرجه ان هي بتعند في الغلط. يعني انت فاهمه؟ يعني انا لا انا الصح، انتوا اصل. وبعدين اللي بيضايقني انا كشخصيا كمدرب في الملعب، ودي حاجه انا بوجهها للمسؤولين، ان في حكم ممكن يحسب الكوره دي وانا اعترض عليه، فيجي يقول لي اصل القانون بيقول ان ايده مش عارف ايه فاتحسبت، فنفس الكوره تاني ماتش ليا فما تتحسبش، فحكم تاني يقول لي لا اصل القانون بيقول. طب وانت يا جماعه القانون ده معمول مرتين ولا معمول يعني علينا احنا بس ولا معمول ازاي؟ فاهمه؟ فالقانون قانون، قانون اللعبه معروف، بس انا اشك ان كل حكامنا عارفين قانون اللعبه صح. طبعا يعني انا وجهه نظري ان مش كل الحكام متعمدين. في حكام مش فاهمه ده بجد، وده مش عيب،
ده مش عيب والله، ده عيب المسؤولين اللي ما علمهمش، ده عيب احنا اخر مره سمعنا عن معسكر الحكام امتى؟ ما فيش. بيريرا اللي هو اللي ماسك لجنه الحكام ده انا ما شفناهوش ولا مره، ما اعرفش شكله اصلا. ما فيش ولا مره ولا طلع في تصريح ولا شفناه اجتماع بالمدرب بالحكام ولا شفناه بيعمل لهم ورش عمل ولا. طب انتوا جايبينه ليه؟ صحيح، يعني ما جايبينه ليه؟ صحيح. طب في رايك اروح بقى معاك للدوري، انا بقول لك طبعا مكمل معانا 5 6 سنين نفس الدوري ده. عايز اسالك، شايف مين المسؤول عن عدم انتظام الدوري في ظل ان كل الدوريات العربيه تقريبا انتهت؟ يعني ما فيش غيرنا. بص خلينا ناخد يعني ايه، ناخد النص المليان، خلينا نقول احنا كويسين وبنفهم الناس كويس. هنقول ان هم كانوا بيساعدوا الزمالك والاهلي وبيراميدز والانديه اللي هي بتنافس على بطوله قاريه عشان تاخد بطوله قاريه، وده حصل تمام. بس هل حضرتك هتساعده على حساب منتخب البلد اللي مش لاقي واحد باك ليفت كويس؟ ما ده انا كنت فعلا هكلمك عنه. احنا هل انت بتساعد على حساب ان انت كابتن حسام حسن يبقى عنده قاعده اللعيبه بتاعته زمالك واهلي وبيراميدز؟ الله يكون في عونه، لانه فعلا الباقي ممكن يلعب ماتش كل شهر وماتش كل اسبوع، وانا ممكن ما العبش وممكن العب ومش يعني. فطبيعي انت يعني انت زي ما بيقولوا كده، انت بتقتلي الدوري المصري زي ما بيقولوا كده. طب انت بتدمري الدوري اللي هو ليه رعاه وليه فلوس وليه حق رعايه وليه حاجات كتيره جدا. اكيد صح ولا انا غلطان؟ لا طب يبقى كان لازم من الاول يبقى في اجتماع بالانديه اللي هتلعب افريقيا، يا جماعه انا الدوري بتاعي مش هاجل فيه، حضرتك اتعاقد مع لعيبه كويسه، يا اما يبقى في اكسبشن للفرق دي. حضرتك انت القايمه 30 لعيب لكل الانديه، الانديه اللي بتلعب افريقيا 35 ليك 5 زياده. بس ده هيبقى ممكن من وجهه نظر الانديه الاخرى انه مش برضو مش يعني مش عادل، يعني برضو ما انا بلعب ده مش تكافؤ. لا انا بلعب بطوله قاريه انت ما بتلعبيش. هو مش عادل ليه؟ وانت حضرتك دلوقتي انت مثلا سي سيراميكا كليوباترا، انا السنه دي ما بلعبش بطوله قاريه فانا 30، طب السنه الجايه شديت حيلي بقيت بطوله قاريه بقيت 35. يعني يعني الكلام ده مش معمول للزمالك والاهلي وبيراميدز بس، لا انا معمول للاربعه الاوائل ايا كان شكل الجدول ايه. الاربعه اللي هيشاركوا في افريقيا دول هيبقى ليهم 5 لعيبه زياده. حتى لو هعملهم 2003 يعني ليها حل، حتى لو هزود لهم لعيب محترف يعني انت فاهمه قصدي؟ يعني ليها حل ان انا اساعد الفرقه دي ان هي برضو لما الاهلي خد البطوله والزمالك خد البطوله ما ده شرف لمصر. اه طبعا طبعا البطوله لمصر في واحنا كلنا داعمين للانديه اللي بتلعب افريقيا بيبقى حاجه كويسه لينا كمصريين. طبعا لكن برضو في نفس الوقت انا هساعدك بس حضرتك ما تبوظيش الدوري بتاعي. مظبوط. يبقى انا هديك اكسبشن كويس عشان حضرتك تلعب بطوله قاريه، في المقابل انا الدوري بتاعي هيبتدي يوم 1 وهينتهي يوم 30. مفيش تغيير، ما تجيش تقول لي اجل، لان انا مش هاجل. بس هو ده المفروض، يبقى فيه ميعاد محدد لبدايه الدوري وميعاد محدد لنهايه الدوري. التأجيل اللي احنا فيه ده صراحه ما بيحصلش في اي حته. التأجيل ده ماتش ماتشين، لو فرقه بتلعب فاينل مش فرقه متأجلها 17 ماتش. مظبوط. وفرقه متأجلها 12 ماتش، وفرقه متأجلها 18، وواحد بيلعب في الاسبوع ال 27، وواحد بيلعب في الاسبوع ال 17، وواحد بيلعب في الاسبوع ال 22، وواحد بيلعب في الاسبوع ال 16. يا جماعه ده انا عايز اقول لك حاجه، الله يكون في عون الحاج عامر حسين، والله بجد الموضوع فعلا صعب جدا عليه، صعب جدا ان انا اقعد اجيب ماتش من الاسبوع 16 وماتش من الاسبوع 25 وماتش من الاسبوع 37، ما هو ده صعب جدا. او بنشوف فرق بقى بتلاعب بعض مرتين ورا بعض، يعني دور اول ودور تاني، ونشوف بيلعبوا بعض بيقابلوا بعض مرتين ورا بعض، يعني لو واحد فيهم زي ما كنت بتكلم في بدايه الحلقه لو لاعب من اي فريق فيهم اتصاب ومش هيلعب المباراه اللي بعدها، ما هو مفيش وقت مش هيلحق. فيعني احنا بنشوف الحقيقه، ما دي المباراة بتاعت السبت مثلا والإعادة يوم الثلاثاء. مظبوط. مظبوط، هنقولها كده أحسن فعلا. طيب احنا خلصنا مباراة الأهلي وما لعبناش مباراة الأهلي، في ناس بتسأل هل الزمالك هيلعب مباراة سيراميكا كليوباترا يوم السبت ولا لأ؟ وجهة نظرك إيه الأفضل أو وضعنا إيه الحالي كده يعني؟ ما أنا بالنسبة لي نفسي الزمالك يلعب، يعني أنا بالنسبة لي طبعا نفسي بحب أشوف الزمالك بيلعب بس احنا كده هنبقى، وخلي بالك أنا مبسوط إن الزمالك بيلعب كل 3 أيام، أنا كزملكاوي أو كمشجع أكيد طبعا تبقى عايز تشوف الفريق بيلعب على الفرقة وبحب أستمتع بالكورة بتاعتنا، لكن اللي يقدر يقول الكلام ده مجلس إدارة، أنا ما أقدرش، أنا ما فيش إيدي قرار. هقول لك هيلعب الزمالك يوم السبت، طب احنا ما لعبناش ماتش الأهلي ليه؟ كان مشكلتنا في ماتش الأهلي؟ لا ما مشكلتنا مش في ماتش الأهلي. يبقى الطبيعي إن احنا مش هنلعب يوم السبت. هو الحقيقه انت زي ما انت قلت، احنا في الاول وفي الاخر همنا الاول والاخير ان احنا نشوف نادي الزمالك في احسن مكان، وانه المطالب اللي احنا طالبينها تتحقق، الاربع مطالب اللي طالبينهم اللي هم ما بيضروش
اي نادي غيرنا ولا بيضر. وفي حاجه يعني الجدول نزل لاخر. طب ما انزلش ليه من بدري؟ طب انا يعني انا واحد من الناس مثلا دلوقتي هتعاقد مع لعيب جديد هقول له فتره اعدادك امتى حبيبي معايا؟ همضيكي واديكي فلوس، هتجيلي امتى بقى؟ هتبتدي معايا امتى تمرين؟ ما انا بلعب دوري، فانا مش ههتم بنادين اللي جايه السنه الجايه، وانا عندي محمد اللي بيلعب السنه دي، فههتم بمحمد دلوقتي لان انا عندي دوري. طب انا حضرتك هتجيلي امتى؟ طب هتعاقد معاكي امتى؟ طب هنبدا فتره اعدادنا امتى؟ طب الدوري الجديد امتى؟ من امتى لامتى؟ ما في حاجات كتير كده لو 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 ما اتعملتش يعني لو ما اتحطلهاش بلان كويسه من الانديه، مش ما انا بتكلمش على الاتحاد، انا هبقى فاشل السنه الجايه، هيحصل معايا زي السنه دي اول 10 ماتشات مغلوب 5، ما هيحصل معايا نفس السنه اللي جايه نفس السنه اللي بعديها. صحيح. هي صحيح. طب عايز اسالك على المطالب الاربعه بتوع نادي الزمالك، شفنا يعني تأييد من الفرق الرياضية وشفنا تفاعل وشفنا انفجار من مجلس إدارات أندية أخرى، اللي هو تحس إن هم يعني ما صدقوا حد اتكلم، يعني اللي هو الزمالك طلع واتكلم وقال عندي مطالب وعايز المطالب دي تتحقق، وهم كلهم طبعا حسوا بنفس المشاكل اللي عندنا، وكلهم حسوا كده إن الزمالك عمل زي يعني شرارة كده تعديل في المنظومة أو في الدوري المصري الممتاز. شفت المطالب دي ازاي ورأيك؟ خلي بالك المطالب دي اصلا يعني هي حق مشروع لكل الانديه مش للزمالك بس. طبعا وكل الانديه كانت نفسها في المطالب ديت، يعني انا شايف ان هي مطالب عادله جدا ومطالب طبيعيه، يعني انت انا ما بطلبش حاجه فوق طبط البشر ولا حاجه فوق الطبيعي، انا بطلب انا اعرف انا رايح فين وجاي منين، وبطلب العداله، انا هلعب سبت وتلات، حضرتك تلعبي سبت وتلات، بس هلعب الدور الاول يبقى نلعب الدور الاول اللي هو الاهم بالنسبه لكل الفرق دلوقتي. ليه؟ لان انت حضرتك هتاخدي افريقيا السنه الجايه على الدور الاول، يبقى انا وانت نلعب الدور الاول. صح صحيح. نلعب بترتيب الماتشات، وده بالنسبه لي مهم جدا، لان في وقت من الاوقات الفرق بتقع فنيا وبدنيا خصوصا بعد البطولات القاريه الكبيره. فما تجيش تحطي لي تجيبي لي الجدول تقلبيه من تحت طبعا وتلعبيني اخر اربع فرق في الجدول وانا لاعب او اقوى خمس فرق، فانا اتغلب لي ثلاث ماتشات وانت تكسبي الخمس ماتشات فيبقى الفرق شكرا. ما هو يعني ده اللي بنتكلم عنه فعلا، يعني احنا بنطالب ان انت ناخد الجدول بالتسلسل بالترتيب. انا هلاعب الزمالك، بعد كده بيراميدز، بعد كده انبي، بعد كده الاتحاد، بعد كده الداخليه، بعد كده السيراميكا، ماشي العب زي ما انا بس. صحيح. ما نجيش بقى في النص لا ده احنا هنشيل بيراميدز دلوقتي ونجيب مش عارف مين مكانه، يعني دي مطالب انا شايفها ليجل منطقيه لاي حد. وخلي بالك كل الانديه تبقى حابه كده، لان الانديه خلي بالك لان الانديه اللي مثلا ما بقول لك الانديه اللي هي المصري وانبي وسيراميكا والاتحاد ما هو مش هيكسب الزمالك والاهلي الا في التوقيت اللي الزمالك والاهلي واقع فيه. صحيح. فنيا وذهنيا وعنده يعني عنده ماتشات كتير، فانت في النص إجهاد. هتلاقي الاتحاد كسب الزمالك، المصري كسب الاهلي، مش هتلاقي غير كده، مش هيحصل غير كده. لو الزمالك والاهلي في حالتهم الفنيه والبيراميدز مش هيكسبوا كل الفرق، هيكسبوا كل الفرق الدوري، الا اذا ان انت النهارده ما فيش توفيق، ما عندكش توفيق، غير كده انت هتكسبي كل الفرق. صحيح. دي حقيقة. لان الدوري بتاعنا ضعيف شويه يعني فقير فنيا، يعني حتى الانديه الثانيه ما عندهمش لعيبه، ما عندهمش السكواد القوي، لو غاب منه اثنين لعيبه شكرا الموضوع كارثه. لكن الزمالك والاهلي وبيراميدز لا عادي، يعني ولو غاب فرقه كامله انا بالنسبه لي كمدرب لو ماسك الزمالك وغاب من عندي فرقه لا مش هقول الله يكون، لا انا عندي لعيبه جامده يا جماعه مع احترامي. طبعا انا عندي لعيبه جامده جدا جدا. طبعا. طيب لو هكلمك على الناشئين ودايما احنا كنا بنتكلم حتى قبل الحلقه انا وانت بنقول الناشئين عندنا اقوياء جدا، عندنا لعيبه وعناصر كتير مميزه، وعايزه اكلمك بقى على الناشئين، شايف انه من الافضل ان احنا دلوقتي نصعد ناشئين يتمرنوا علشان الفتره اللي جايه ممكن يكون في احتياج ليهم؟ بص انا بلوم على مجلس اداره نادي الزمالك وعلى الجهاز الفني في حاجه، يمكن مع يعني يمكن الكلام ده انا اول مره اقوله، ويمكن الناس ممكن برضو تزعل مني على الكلام ده. انت صعدت عمار ياسر ومحمد السيد صح؟ وصعدنا عمر عبد العزيز 2008 ومصعدين اكتر من اربع خمس لعيبه 2005. كان الاولى ان انا الماتشات دي العب لعبه ال 2003 وال 2004 بس اكيد برضو بيكون في نظره معينه وبيكون في يعني بيختاروا العناصر دي بناء على حاجات معينه شايفين ان هي متوفره في العناصر دي او في اللعيبه. انا موجود في قطاع الناشئين بقالي 9 سنين في نادي الزمالك، افضل فرقه في مصر 2003، افضل فرقه موجوده في مصر. ولو لعبت الدرجه الاولى كانوا بيلعبوا الدرجه الاولى ماتشات وديه بيتغلبوا 2-1 3-1 بالعافيه 3-2 بيتعادلوا في ماتشات بيكسبوا ماتشات. احنا عندنا افضل فرقه في مصر 2003. كان الاولى ال 2005 ده قاعد معايا السنه الجايه. قاعد معايا السنه الجايه. يتصعد يتمرن مع الفريق الاول ما عنديش مشكله خالص. لكن كان على الاقل
اعمل 3 4 ماتشات نبص على ثلاث اربع ماتشات. بالفعل حصل، بالفعل حصل مباريات وديه ل 2003. انا عارفه انت بتتكلم في ايه، وعارفه ان هم اخر سنه ليهم. انا ما بتكلمش على الودي، انا دي الودي ده حاجه ليه اهتمام وطموح تاني خالص، غير ان انا اجيب لعيبه ادخله معسكر بتاع الفريق الاول وانزله والتلفزيون بيصوره وحسسه بقيمته وحسسه وانزله قدام الجمهور قدام الاستاد ممكن يطلع لي واحد. برضه انا عايز اقول لك على حاجه، هو صعب ان احنا برضه ناخد الكام ده كله. انا عارفه ان هم اخر سنه ليهم، وعارفه انت ممكن تكون متضايق. انا الكام ده كله، انا بقول 5 6 7 ماتشات، كل ماتش 2 لعيبه في السكور، كل ماتش 2 لعيبه على الدكه، كل ماتش بتشاركي 1 أو 2. لو انا شاركت 10 لعيبه طلع لي منهم 2، صدقيني مش كابالا طلع كده، انا طلعت كده، حازم امام طلع كده، كل الناس طلعت كده، ان احنا دخلنا معسكر الفريق الاول فالظروف اتهيأت ان احنا نلعب فلعبنا فاثبتنا ان احنا لعيبه كبار، فخلاص محمد بقى مع الفريق الاول. هي بس هي سنه الحياه. انا فاهمه كلامك ومقدره يعني مشاعرك، انا كان نفسي يبقى البلان احسن من كده للعيبه دي، لان اللعيبه دي هتروح بره زي حسين فيصل زي احمد عادل ميسي زي لعيبتنا اللي متقدمه. انت متضايق ان في عناصر كويسه مش هتكون طبعا موجود. كويسين جدا جدا، كان ممكن يوفروا على النادي السنه الجايه ان هو ما يتعاقدش مع ولا صفقه، زائد ان احترامي دول لعيبتك انت بقى موقوف للقيد مش موقوف للقيد، كان ممكن ما تتعقديش مع ولا لعيب السنه الجايه. لعيبه ال 2003 افضل من اي لعيب محترف هنجيبه، الا اذا يعني افضل من اي لعيب في الدوري المصري هتتعاقدي معاه، الا اذا اللعيبه المحترفين اللي انت بتجيبيهم دول بيبقوا افضل، لان هم بيبقوا كواليتي اعلى شويه او متمرسين او عندهم الخبرات. بس لكن لعيبه ال 2003 في الزمالك افضل من اي لعيب في الدوري المصري هتتعاقدي معاه. طب معلش هدخلك بقى في حته، انه انت كنت واحد من الناس اللي كانوا ماسكين او كانوا بيدربوا في قطاع الناشئين، عارف عناصر كتير وعارف اسماء كتير. من وجهه نظرك في المتاح حاليا، مين عناصر او اسماء معينه شايف ان هم مناسبين ان هم يطلعوا او يتصعدوا؟ بصوا 2003 خلاص يعني مش هنتكلم، مش هنتكلم خلاص. انا دلوقتي انا نفسي اتفرج على انس شيكا. انس شيكا، انس ده شيكابالا، ده شيكابالا بجد، احنا اللي هو انس وائل. انس وائل انا نفسي اشوفه في الملعب مع شيكابالا. هو بيلعب 10، هو طموحه كده برضه يعني، هو نفسه امنيه حياته كده، هو بيلعب 10 نفس شكل شيكابالا بالظبط ونفس الستايل واشول. عشان كده انس شيكا وحريف جدا. طبعا جدا. وهو بلدياته ولعيب هايل، انا نفسي اشوفه اليومين الجايين في الملعب. نفسي اشوف ايمن امير عبد العزيز. ده حاجه كده الحقيقه هما الاثنين مميزين، ده حاجه كده عمرو زكي يعني، حاجه عمرو زكي بجد، مش بهزر، ده حاجه عمرو زكي بجد. فما في باك رايت اسمه محمد ابراهيم رائع هايل. حسن ابو المعاطي باك ليفت هايل. في عندنا سيرت باكين كويسين جدا، ده هشام واحمد مجدي، دول هايلين، لعيبه هايله. احنا عندنا الحقيقه عناصر كتير، يعني دايما بنقول قطاع الناشئين ده منجم ذهب وبيطلع كنوز. انا نفسي بقى يتعمل بلان كويسه لل 2005 ان على مدار السيزون اللي جاي كله ان اللعيبه دي كلها تتشاف في الدوري طبعا، او حتى على الاقل اشارك في كاس الرابطه بيهم، يعني كاس الرابطه ان شاء الله هيكون في بلان طبعا في الفتره اللي جايه. احنا بنقول دايما عناصر الناشئين، قطاع الناشئين عندنا ناس مميزه جدا، الاسماء اللي انت قلتها مميزه جدا فعلا، واكيد في الفتره اللي جايه ان شاء الله هنشوف بلان واضحه وهنشوف اهتمام اكيد بقطاع الناشئين بشكل اكبر بكثير يعني. الوقت جري بس انت نورتني النهارده وبشكرك على وجودك معايا. ميرسي، شكرا ليك. يعني بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده في نهارك ابيض. كان منورني كابتن محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك السابق، كلام اكيد كان بيخص كل زملكاويه يعني، اكيد بشكره على وجوده معايا النهارده، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من نهارك ابيض.